السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر للخبر السابق الذي نشرناه حول رحيل الكوميدية عبد الفتاح جوادي. مراد العشابي يكذب الصفحات الفيسبوكية وجوادي حيرزق. انتشرت في الساعات الأخيرة خبر وفاة الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي إثر سكتة قلبية ببروكسل، ونحن كقناة نترصد لكل ما هو جديد في الساحة الفنية. نقلنا الخبر من بعض المصادر الموثوقة التي أكدت الخبر، لكن لنتفاجأ باتصال الإعلامي بالكوميدي جوادي ليؤكد أن ما انتشر مجرد إشاعة، حيث علق قائلا عبر صفحته الفيسبوكية: الله يهديكم، فتاح جوادي راح يرزق. وكما أكدنا في الفيديو السابق بأننا سنتأكد من الخبر ونأتيكم بالجديد. الرواد تفاعلوا مع هذا الخبر، والعديد من المتابعين أكدوا أن الأخير يريد خلق البوز بخبر وفاته. فما رأيكم بهذا الخبر؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف.